خليك تلمس حاجات، بص قدامك ما تبصش عليا، خليك باصص قدامك وحاول تعرف ايه هي الحاجات دي. ماشي؟ يلا. دي ايه؟ زحلفة. لا مش زحلفة. ايه؟ زحلفة. لا اللي تلمسها حلو، ما تدخلش ايدك تاني. ايه؟ دي. امسك. اشا. ايه؟ حاول حاول. ليفة. برافو ليفة. شفت بقى كل الحاجات سهلة كده اللي جاية دي. بص قدامك. ماشي. يلا. دي مشت. لا مش مشت. اسمه تمساح. تمساح؟ لا مش عارف. لا استنى استنى. طب خلاص هديك اللي بقى. ايه؟ ده كلب. لا مش كلب. ما تدخلش ايه؟ ايه؟ اسمه ايه ده؟ ايه؟ زحليفة. لا. كلب. لا. قطة. لا. انت قلت جنينة الحيوانات كلها. ايه؟ حاول تعرف. مش عارف؟ لا خلاص عرفت. ايه؟ خليه المشي. إيه؟ طب تاني. كلب كلب. لا مش كلب. كلب. طب خلاص طلع ايدك كده ثانية واحدة. يلا دخله له واحدة واحدة كده من الباب، دخله له واحدة واحدة. ها بص كده. ياسين بص لي أنا. فتح عينك. قرد. فتح عينك. يما. ايه ده؟ وايه ده؟ ايه انت شايفه ايه؟ قرد. بيتزا. ده بيتزا. ايه ده؟ ده بيتزا. يما ايه؟ يما ايه ده؟ هو اللي هيقول لك يما. اهلي. عايزه اقول لك مبروك، انت كسبت معانا وطلعت بالمركز الاول. بص انا اخترعت جهاز بيخلي الحيوانات تتكلم. بجد؟ اه وهو ده الجهاز. اما نشوف هيتكلم. انت عمرك كلمت حيوانات؟ لا. انا كنت عارفه ان انا اول واحده اخترع الجهاز ده، هخليه دلوقتي يكلمك بس اوعى تقول لحد. ماشي ماشي. ارنوبي. ايوه. كلم احمد صاحبي، هو ده صاحبي اللي انا قلت لك عليه اللي فاز النهارده. عامل ايه؟ كويس. اخبارك ايه؟ الحمد لله. وحشني. وانت كمان. اتكلم معاه بقى قول له حاسس بايه دلوقتي كده. حاسس بايه دلوقتي؟ انا حاسس ببرد. اكون حاسس بايه يعني؟ انت شايفني قاعد لابس فرو بس الدنيا برد. هقوم اجيب له حاجه تدفيه، خلي بالك منه والنبي. ماشي؟ لو عايز اي حاجه ولا عايز يعمل بيبي ولا حاجه قول لي او اعملها له انت. ماشي؟ بس خلي بالك منه، اوعى تزعق له ولا تزعله. ماشي؟ ايه يا ابو حميد؟ الو. في سنة كام؟ في برايمري 1. بقول لك ايه؟ قبل ما هي تجيب لي حاجه تدفيني، بتعرف تغني؟ هي الاغنيه ليها علاقه بالدفى. ايوه يا عم، هدينا بنتسلى واحنا قاعدين مع بعض. ممكن تغني لي اي حاجه بخصوص السنه الجديده؟ تعرف تفصل؟ اسكت شويه. طب معلش انا عايزك تغني لي حاجه. الله. ممكن تغني لي ميري كريسمس؟ خلاص. طب يلا انا قاعد مستنيك. اسكت اسكت. يلا غني لي. طيب الله. اسكت بقى. طب مش هي وصيتك قبل ما تمشي ان انت لو انا طلبت منك اي حاجه تعملها لي؟ طب اسكت اغني لي. اسكت اهو. هتسمعني سكتك؟ انت عايزك تسكت، مش عايز اسمعك تاني. تعال اقول لك بس على حاجه. لا مش هجيلك. تعال بس. انا وانت مش عايز تسكت مش هجيلك. يا استاذ شيخ. خلاص بقى. انا هنادي على استاذ شيخ يشوف لي حل. خلاص. يا استاذ شوشو. ايوه حبيبي. تعالى حقيقي كده في سجاير تحت بعض. خلاني اصدع. خلاك ايه؟ اصدع. الواد ده كان عايز يخطفني. لا. الواد ده كان عايز يخطفني. اقسم بالله لا. لا. مسكين. اقسم بالله لا. اخرس. مش عايز اسمع اكتر من كده خلاص. اقسم بالله لا. مش هقدر اتخيل اللي حصل. اقسم بالله لا. ليه كده يا احمد؟ انا عمري ما عملت. اسكت اسكت انت يا ارنوب دلوقتي خالص. يا ابو حميد. مش هكلمك تاني. عملت له ايه يا صداع انت؟ انت عشان انا خليتك تتكلم هتقعد تدوشني انا في دماغنا؟ ما انا كنت بلعب معايا. الله. لا ده واضح ان دماغه لسعت خالص، شكلي زودت الكهرباء. تن يا مشاكل. بلاش مشاكل. خد اعمله لي ملوخيه. ملوخيه ولا تقليه؟ ده بيقلي. شوف ده مجنون ده ولا ايه؟ جدا. يلا معلش. عموما يا احمد انا عايزه اقول لك ان انت كسبت معانا، بس عايزه اقول لك ان انت جالك اعلان كبير قوي وفي مخرج بعت لك حاجات
علشان تختار منها. ماشي؟ بعت لك هدية وبعت لك شنطة فلوس. شنطة الفلوس دي بص فيها فلوس قد ايه؟ اقعد مكانك، اقعد مكانك. دي بص قدامك حاجة من اتنين، يا تختار شنطة الفلوس دي يا تختار العلبة دي باللي فيها، ممكن يطلع فيها مفتاح عربية، مفتاح فيلا، مفتاح شقة، يطلع اللي يطلع. تختار ايه؟ الصراحة الفلوس. خلاص ماشي، انا هدي لك الفلوس عشان تجيب بيها حاجات حلوة وتعمل بيها كل اللي انت عايزه. ماشي، خد بقى الفلوس اهي الشنطة اهي، خدها كلها وحلال عليه. هو ده ورقة ده ولا ايه؟ شفت بقى؟ مش انا قلت لك تاخد الهدية؟ خلاص هاخد الهدية. لا خلاص، بعد ايه؟ انت اخترت واللي كان كان. هو انت قلت الاول هي ورقة. ما انا كنت عايزة اشوف انت هتختار ايه؟ هختار الهدية. خلاص للأسف فات الأوان، لأن الهدية كانت مفتاحين، مفتاح شقة ومفتاح عربية. شفت بقى؟ وانا قعدت اقول لك مفتاح. ايوه جواها مفاتيح. يعني كل ده مفاتيح، مفتاح اتنين بس. ايوه، ما انا عامله لك بقى دي عشان خاطر اخمك. هي اصلا جوه في جيتار، والجيتار متعلق فيه مفتاحين، مفتاح شقه ومفتاح فيلا ومفتاح عربيه. شفت بقى؟ انت طمعت في الفلوس، بس عموما عشان انا بحبك هديلك الهديه دي عشان تاخدها وتروح. مبسوط؟ مبسوط قوي ولا نص نص؟ قوي قوي قوي. وانا كمان مبسوطه ان انت كنت معانا النهارده، وبحبك قوي. ماشي، بتحبني وانا بحبك قوي. يلا باي باي. طبعا يا استاذ محمد، انا عايزه ارحب بحضرتك جدا، وعايزه اقول لك ان انت نورتني، وان ياسين ده احلى طفل في العالم، ما شاء الله ذكي جدا، غير الاخلاق المصريه الاصيله، مش قادره اقول لك يعني. وانا عايزه اقول لك ان ابن حضرتك يعني انبسط معانا النهارده اخر انبساط، انت شفت طبعا، دلع دلع يعني. بص مفيش حاجه خالص، مفيش على الحجر غيره، مش كده يا ياسين؟ صح. فعايزه اقول بقى لحضرتك دلوقتي ان احنا هنعمل لك اختبار بسيط، عشان لازم نطمن ان الطفل النابغة بتاعنا ده موجود في بيئة محيطة بيه مناسبة ليه. اوكي؟ طبعا انت عارف ابنك ولا لا؟ عارفه طبعا. عارفه كويس؟ طبعا. قد الكلام ده؟ طبعا. هنشوف. يلا دلوقتي ياسين حط السماعات واستمتع بالمزيكا، عشان هتكلم انا وبابا شوية. ماشي؟ وبعدين هنرجع لك على طول. ياسين، ياسين دلوقتي يا استاذ محمد، انا ما صدقت ان جت لي الفرصه ان حضرتك، طبعا انا وانت لوحدينا. ها ها هاي يا استاذ محمد، ماشي هسالك بقى اسئله وحضرتك بقى ترد عليا. اوكي ماشي. معلش اسال حضرتك بس سؤال قبل الاسئله وبعيد عن الاسئله، هو يعني في كم شعر ابيض عند حضرتك؟ يعني بحب قوي انا الحاجات دي. شعر كله ابيض. ايه؟ شعر كله ابيض. شعر كله ابيض. تمام. ده انا بحب قوي الشعر الابيض. يا لهوي، ممكن حضرتك تقول لي ايه اكتر اكله ياسين بيحبها؟ ياكل الكفته. الايه؟ كفته. الكفته؟ وحضرتك؟ انا اكله ليه يعني انا؟ اكله حضرتك بتحبها؟ ممكن مكرونه عيني. اعمل لك المكرونه عيني من عندي قبل دي. دلوقتي هنبتدي نسأل ياسين، نشوف نفس الأسئلة. ياسين، 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 بصونا يا حبيبي. بص يا حبيبي، هسألك أسئلة أنا سألتها لبابا، أوكي؟ وعايزك تجاوب علشان نشوف الإجابات بتاعتكم متطابقة ولا في خطأ ما، أوكي؟ يلا بسرعة، أكلتك المفضلة؟ كفتة. برافو. أكتر لعبة بتحبها؟ الكورة. برافو. بتشجع مين؟ فريق كورة؟ محمد صلاح. برافو. وفريقك المفضل؟ أهلي. برافو. أكتر كرتون بتحبه؟ توم جيري. برافو. أكتر فنان بتحبه؟
محمد. ايوه محمد مارادونا. محمد مارادونا، برافو، ثقه في الله رقم واحد. حبك يا أسطورة. مش محتاجين نكمل الإجابات ما دام عديتوا النسبة وتناسب ما بين 10 ل 20، فأنتوا كده كده فايزين. ودلوقتي هتقدر تغير شكل باباك على قد ما أنت عايز، ودي هي الجايزة بتاعتك. هوريك دلوقتي ثلاث أشكال، أنت بتحس إن إيه الحاجة اللي ممكن نغيرها في شكل باباك؟ بص معايا كده، بص كده. مش شايف. طب خد يا حبيبي، أنت اختار بنفسك، خد. شوف كده، اختار اللبس المناسب لباباك وقول لي انا عايز ده يا طنط شوشو. انا حاسه ان الاحمر ده، بما انك بتحب اللون الاحمر صح؟ نجيب له الطقم ده. خلاص تمام. طيب اتفضل دلوقتي يا استاذ محمد، اقفل الكتاب ده وحطه وراك. اتفضل يا استاذ محمد، بس معايا حضرتك هتدخل هنا في الجهاز ده. هنا حضرتك، هنا 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 حضرتك هنا. ايوه افتح الباب ده، اقفل بقى وراك وامسك الباب لحد ما، ايوه امسكه بقى من جوه كده الباب، امسكه، لا شده على حضرتك عشان بس يغير لك الطعم. قوم يا ياسين، دوس يا حبيبي على الزرار ده، دوس على الاحمر بقى، حاول تدوس على الاحمر. معلش دوس. طب انت طايل ايه؟ طايل ايه؟ انا طايل الاخضر والازرق. طب دوس كده على الازرق يمكن يعمل احمر. يلا طب دوس على البصمه اللي تحتيه، افضل دايس على البصمه دي. لا 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 مش دي، يا لهوي انت دوست على دي. انا انت كده ممكن تغير له شكله خالص. يا ساتر استر يا رب، ده ممكن شنبه يطير. يا ستر استر يا رب. طب هنعمل ايه؟ طب نفتح كده نشوف. طب اقعد بس، اقعد اقعد بس، وهو هيطلع لما يستوي. غمض عينيك كده ان شاء الله يطلع لك بالطقم الجديد. اطلع يا استاذ محمد. يا ابو ياسين يا حبيبي. لك يا ياسين يا حبيبي. انا ابوك يا ياسين، غيرت لي الشنب يا ياسين. انا ابوك، تعال ياسين يا حبيبي. يا حبيبي حبيبي ياسين يا حبيبي، مبروك عليك ياسين. فرحان ببابا الجديد يا حبيبي؟ احضن ياسين، احضن بقى، خد الحنان. طب بقول لك ايه ياسين، الشكل ده احلى صح؟ لا لا. ليه الشكل التاني احلى؟ لا الشكل التاني كان فيه شويه شعر ابيض، احنا سببناه الشكل التاني. الشكل لا، هو ده باباك، ده ما بيرجعش خلاص. البضاعه المباعه لا ترد ولا تستبدل. يلا يا حبيبي، يلا بينا يا ياسين يا حبيبي. ايوه يا حبيبي، خدوا وروحوا. يلا باي باي. باي باي. باي، مع السلامه يا استاذ محمد. استاذ ما هو ده ابوك يا حبيبي.